جمعية العلماء المسلمين ظهرت لأول مرة بصفة رسمية في هذا النادي، نادي الترقي في قلب الجزائر العاصمة، في 5 ماي 1931، حيث جمع الشيخان عبد الحميد بن بديس ومحمد البشير الإبراهيمي حوالي 73 شخصية علمية ودينية يمثلون مختلف ربوع الوطن. وبالنسبة لمنطقة برج بوريريج كانت ممثلة بمجموعة من الشخصيات، وهم الشيخ البشير الإبراهيمي، الحاج محمد بن سعيد طورش، محمد بن علي نساس الإبراهيمي، المترجم والأديب عيسى زهر، المدني بوعزيز، والحواس بن شنافة، وقطاب الجمعي الذي سنتناول سيرته في هذا التقرير. اليوم بالمكان المسمى بوغطو، دوار العوينات بلدية مجانا، المنطقة الشمالية لولاية برج بوعريريج. بهذا المكان ترعرع الشهيد الجمعي قطاب الذي ولد بالقرب من هنا بالمكان المسمى عين البيضة. خاض نشاط إصلاحي كبير بالمنطقة، وأيضا كان معروف بحركاته الاحتجاجية والتنديد بمختلف القوانين التي كانت تقدمها السلطات الاستعمارية. على سبيل المثال سنة 1945، وعلى إثر المظاهرات العارمة وهي مظاهرات 8 ماي، تم إلقاء القبض على الجمع قطاب بالضبط يوم 12 ماي سنة 1945، وزج به بالسجن بتهمة تحريض المتظاهرين في مدينة برج بوعريريج. هذا النضال الكبير للجمع قطاب توج في الأخير بانضمامه للثورة التحريرية في ضمن جبهة التحرير الوطني، وقام بنشاطات كثيرة، مما جعل السلطات الفرنسية تضعه تحت الإقامة الجبرية وتقوم باستنطاقه وتعذيبه دوريا. في سنة 1959، وفي هجوم مباغت للسلطات الفرنسية، قاموا بمحاصرة منزل عائلة قطاب، وتم إحراق المنزل بكامله وبممتلكاته، وقد سقط في هذا الحادثة شقيقه محمد صغير قطاب شهيدا، لكن الجمعي نجا بأعجوبة. هذه النجاة الأولى لم تكن في المرة الثانية، بالضبط في أكتوبر سنة 1961، أين تم محاصرة المنزل وتم إلقاء القبض عليه وقتل، استشهد في هذه الحادثة رحمه الله. وبهذا المكان بأولاد عطية بلدية مجانة سقط الشهيد الجمعي قطاب رميا بالرصاص بعد استهدافه في أكتوبر 1961 من فصيل من الجيش الفرنسي ترصده من تلك الربوة بعد خروجه من منزله إثر مناسبة عائلية. إن نموذج الشهيد الجمعي قطاب وغيره من عديد شهداء مدرسة جمعية العلماء الجزائريين يؤكد أن الجمعية كانت لها مساهمة فعالة في الثورة التحريرية، عكس ما تروج له بعض الدراسات التاريخية وبعض المؤرخين.